احتفاء بالبرتقال، فاكهة الشتاء المميزة نظمت إدارة ومعلمو مدرسة بن خلدون المشتركة بمدينة بنغازي يوماً ترفيهياً توعوياً لطلابها أطلقت عليه يوم البرتقال. اليوم طبعاً هو كانت اليوم اللي هو معرض أو خصوص اليوم العالمي للبرتقالة، ووضحنا فيه فوائد البرتقال من فيتامين سي. طبعاً الموضوع هذا طبعاً احنا كل سنة يقوموا به مسجد ابن خلدون، اللي هو تعريف باليوم البرتقال. طبعا انتم عارفين ان في شهر واحد هو خاص بالبرتقال فيتامين سي في الحمضيات بصفه عامه. طبعا نشكر جميع المعلمات والاداره المدرسه وكل طاقم مسجد ابن خلدون على المشاركه في المعرض هذا، فكان مشاركه مني من الجميع، وما شاء الله يعني كان التنسيق حلو جيد. الاحتفال الذي اشتمل عديد الفقرات تركز حول فائدة البرتقال الصحية، كما استغلته إدارة المدرسة ليكون براحاً ونشاطاً للطلاب لكسر روتين الدراسة وللخروج من ضغوطات فيروس كورونا التي أثرت سلباً على سير العملية التعليمية. كما تم عرض عديد المأكولات التي يندرج البرتقال ضمن مكوناتها. موسم البرتقال وفصل الشتاء حبينا نديروا لقطة حلوة للأطفال عشان نغيروا لهم جوهم ونعرفوهم فوائد فيتامين سي. درنا لهم اليوم يوم البرتقال، ودرنا عصير برتقال نعصره للعيال باش نوروه ان البرتقال الطبيعي فيه فايدة أكثر من يعني الحاجة الطبيعية أحسن من الصناعية، عرفت؟ ودرنا كيكات بالبرتقال وبشكوت برتقال، ودرنا ندوة على البرتقال فيها تغيير جو للأطفال. طلعوا من جو الفترة اللي فاتت فترة كورونا وما فيش نشاطات مدرسية، فدرنا حبينا ندير لهم نشاط بسيط في مداخل مدرسة ابن خلدون بمشاركة المعلمات والطلبة. خطوة تأتي في وقت أحوج ما يكون فيه الطلاب لنشاطات مماثلة تكسر روتين الدراسة وتدفعهم للتحصيل العلمي في أجواء مفعمة بالمتعة والنشاط.